مع حلول موسم الحصاد تستمر الاستعدادات من قبل كافة الجهات المعنية لمحصول الحبوب، وتستنفر كل الطاقات لتحقيق أفضل إنتاجية بهدف العودة لحالة الاكتفاء الذاتي والأمن الغذائي. ويشهد مركز حبوب الإسقليبية حالة من التأهب الكامل لاستلام المحصول من الفلاحين. محافظ حمان مهندس محمد طارق كريشاتي تفقد مركز الإسقليبية لاستلام الأقماح بعد تأمين كافة مستلزمات عملية استلام الأقماح. تفقدنا الميزان الأبان الإلكتروني، تفقدنا التحليل للعينة، تخزين القمح، كل شيء الحمد لله بعد تأمين كافة مستلزمات العملية الاستلام. طبعا حتى بالنسبة للإخوة الفلاحين تم تأمين المازوت الزراعي من أجل نقل المحصول من الأرض إلى مركز الاستلام. قمنا بمهام موكلة إلينا من حيث تسليك الطرق الزراعية وتأهيلها لمرور حركة الآليات إن كانت الحصادات أو آليات النقل، وقمنا بتوزيع الإطفائيات على حقول القمح بمسافات متقاربة بحيث نكون جاهزين للتدخل عند أول إخبارية عن وجود خطر حريق نشوف في أي منطقة من مناطق ضمن منطقة الغاب. الجهات المعنية بمحافظة حما اتخذت كافة الإجراءات استعدادا لموسم الحصاد واستلام القمح من الفلاحين بكل طاقتها وإمكاناتها لوضع الخطط الكفيلة بإنجاز عملية الحصاد بالشكل المطلوب وحماية الأراضي الزراعية والمحاصيل من الحرائق وإنجاح استلام القمح من المزارعين بمختلف مناطق المحافظة. نحن جاهزين لتسليم إنتاج الأخوة الفلاحين من القمح على مستوى المنطقة، والفلاح بمنطقة الغاب متعود أنه يسلم مع كامل محصوله إلى الجهات المعنية، إلى مراكز الحبوب تحت إشراف الجمعيات الفلاحية بموجب شهادة منشأ من الجمعية. بالنسبة للمحصول ممنوع رفض أي كمية إلا بحالة واحدة، إذا كان في رطوبة بنكتب عليه تعهد وبخلي يجففه بعدين يرجع على المركز بتعهد خطي، وغير هيك نحن مستعدين لاستقبال اي كمية، ممنوع الرفض. اذا تجاوزت الحد المسموح الموجود بجدول المقاييس يتم تسليمها الى الاعلاف. الهيئة العامة لإدارة وتطوير الغاب قدرت انتاج الاراضي الواقعة في مجالها من محصول القمح للموسم الزراعي الحالي بنحو 176,675 طنا، ومن الشعير ب 575,000 طن، وذلك في المساحات القابلة للحصاد.